السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن وفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح، وهي والدة الفنان أحمد خالد صالح وحماة الفنانة هنادي هاني مهنا، متأثرة بإصابة فيروس كورونا. ودعاها للصواب بقول لا إله إلا الله، إن الله وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله. فقد اليوم أخت وأم وصديقة وعشرة عمري الغالية المرحومة بإذن الله الدكتورة هالة دين، حرم المرحوم أخي الذي لم تلده أمي النجم الراحل خالد صالح، ووالدة أحمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنا عشرة عمر منذ الجامعة، ورحلة إخلاص وفاء وسند ودعم المرحوم خالد صالح. كما أضاف الصاوي في نعيه يقول: ونعم الزوجة والأم والأخت، سيدة فاضلة تقية رحلت في أيام البركة، مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل. سلمي لنا على خالد يا هالة، ورحمة الله عليها. ونعى الفنان أحمد خالد صالح والدته الدكتورة هالة دين عبر حسابه على انستغرام، وكتب قائلا: رحلت عني من كنت أكرم من أجلها، أدعو الله لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأدعو لنا بالصبر والثبات، وأدعو لنا بالصبر والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر اليوم إن شاء الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان الفنان أحمد خالد صالح أعلن يوم 4 بالرابع عبر الانستغرام إصابة والدته بفيروس كورونا، مطالبا الجمهور بالدعاء لها. وهالة دين العابدين كما كتبت عنها صحيفة كايرو تايم القاهرية، وقالت: هالة دين العابدين هي زوجة الفنان الراحل خالد صالح، حاصلة على شهادة الدكتوراه، توفيت في يوم السبت 17 من أبريل الموافق الخامس من رمضان. ولدت لأب وأم مصرية مسلمة الديانة، سبب الوفاة معاناتها مع مرض كوفيد 19 طيلة الأيام الماضية، حيث كانت أعلنت عن إصابتها بالفيروس. واليوم نشر خالد الصاوي نعي عبر حسابه الشخصي يؤكد خبر رحيلها عن عالمنا. كم عمر هالة دين العابدين؟ وتساءل الكثيرون عن كم عمر وما هي مواليد الدكتورة هالة دين العابدين زوجة الفنان الراحل خالد صالح. وجدير بذكر إنه لم يرد أي معلومات عنها في هذا الشأن بشأن عمرها ومعلومات حول حياتها، فيما أشارت مصادر مطلعة أنها رحلت عن عالمنا وهي لا تزال في العقد الخامس من العمر. أنجبت الدكتورة هالة دين العابدين من زوجها خالد صالح 2 من الأبناء، هما أحمد خالد صالح وعلياء خالد صالح. يعتبر أحمد صالح نجل الفنان خالد صالح من مواليد سنة 1992، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو ممثل مصري وشارك في عدة أعمال درامية وسينمائية خلال مسيرته. وأما إذا أردنا الحديث عن علياء خالد صالح فنجد أنها ولدت في سنة 1996 وتبلغ من العمر 25 عاما اعتبارا من سنة 2001، وهي من الشخصيات الهادئة في كل ظهور لها وتحرص على ارتداء الحجاب دائما. يعد الفنان الراحل خالد صالح من مواليد يوم 20 من شهر يناير سنة 1964 ميلاديا، ورحل عن عالمنا في يوم 25 من سبتمبر 2014 عن عمر يناهز 50 عاما إثر إصابته بمرض قلبي وعائي. ولد في محافظة الجيزة وتحديدا بلدة أبو النمرس. بدأ خالد صالح نشاطه الفني في سنة 1996 من خلال مشاركته في مسرحية طقوس الإشارات والتولات والتحولات والتي تم عرضها في دمشق، وشارك في بطولتها لفيف من النجوم منهم تابع نبيل الحلفاوي وسوسن بدر وحمد الوزير وفاء الحكيم ومحمد أحمد وإبراهيم الدالي وخالد الصاوي وخالد صالح. إنا لله وإنا إليه راجعون، ندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمد الله برحمته ويغفر له ويسامحه ويسكنه في سعي جنته، اللهم آمين يا رب العالمين. ونشاطر أسرتها الأحزان، وندعو لهم بالصبر والسلوان.